صباح الخير البنات، كي صبحتم مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير، الاحوال جيده ان شاء الله. فيديو جديد على القناه، روتين من الروتينات ديالي اليوميه، كيفاش كنقضيها في الدار ديالي. واليوم بغيت نتقاسم معكم هكا فطور هكا، ملي تكون السيده بوحدها في الدار كيفاش هي تهتم براسها ودير واحد الفطور اللي يكون زوين ومغذي بالنسبة ليا هي، يعني ماشي حتى يكون العائلة كاملة أو لا يكونوا الوليدات. يعني حتى حنا مرة مرة هكا كنبغيو ندخلوا للدار نلقاوها مجموعة مخملة منقية، غير نوصلوا ونديروا فطور ونرتاحوا مع روسنا شوية، لأن كاين ما يدار وكاين الجرا وكاين ما نديرو. هاد البارك البنات راه زوين بزاف، خصوصا البنات اللي كيسكنوا هنا قرابين للجات، يعني كاين ما يتشاف، الدنيا زوينة ونقية. وهاد لاكومين هادي من بين يعني الأحياء اللي زوينة هكا في بروكسل، يعني معروفة بالنظافة ديالها وحتى ما فيهاش بزاف د بنادم، يعني نقية. وهاد البارك هو الصغيور، يعني أما راه كاينين باركات كبارين يعني قرابين لي، هداك اللي كنت وريتكم في الأول بالصباع ديالي، بارك بودوان اللي كبير يعني خاصك تمشي فيه مسافة ما شاء الله. وكاين داك الشجار والخضار وهذا كيعطي واحد النشاط واحد الحيوية، خصوصا ملي كندي هكا الوليدات للمدرسة وكنجي كنحس بواحد النشاط، يعني يوميا كندوز من هاد الطريق هادي، يوميا كنمشي من تحت هاد الشجر هذا. بغيت نشارك معكم حتى الطريق اللي كنتمشى فيها كل صباح، وكنلقى بزاف ديال السيدات اللي كيتمشاو وكيديروا الرياضة، هذا مزيان. وهنا راني وصلت للدار ديالي اللي حتى هي قريبة، انا عندي الخضار البنات، ماشي غير البارك اللي فيه هذا، كنا يلا صايبناه يلا قطعناه. وغادا ندوز دابا باش نحل الدار ديالي وندخل. بديت معكم الروتين ديالي من الصباح، اكيد ما غاداش نكملو حتى المساء لانني كنت خرجت مشيت قضيت شي وراق. وهنا راني دخلت للدار، صراحة كنخليها مجموعة دائما، قبل ما كنخرج كنجمع الدار، يعني قبل ما كننعس عادة كنجمع الدار، ماشي حتى نجي وعدا كنلقى الروينة. وغادا نوريكم هاد الجهة البنات اللي فيها المراية ان شاء الله، غادا ناخد واحد الموبل وغادا نبارطاجي معاكم في القناة، غادا نبدل هاديك المراية وناخد موبل بالمراية ديالو ان شاء الله الى كتب الله. وغادا نطلع دابا للدار باش نشوف، كنت جايبه معايا شي صخره هكا ماشي بزاف، غير شي حاجه قليله كانت ناقصاني بصلة، ويعني ضروري واخا تقضي اللي تقضيتيه ولا بد ان شي حاجه تبقى ناقصه، واخا تقيدي في الورقه واخا هادي، المهم كتخرج لك شي حاجه من الجن كتلقاها ناقصه. وهذا هو المكان اللي انا كنكون فيه بزاف، الكوزينه صراحه هذا هو. صباح الخير البنات، كي صبحتوا مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وبأحوال جيدة، نهاركم مبروك. الصباح هذا عندنا، يلا هديت وليداتي من المدرسة وجيت للدار من بعد ما كنت تركت هكا السوبر مارشي كارفور هكا غير في لاكاع، جات شي حويجات هكا ناقصيني، يعني ماشي شي حاجة، المهم غير البصلة وداك الشيء الخبز ما عنديش في الدار. يلا غدا نعجن، جبت باش نفطر دابا وغادي تبقاو معايا في النهار ديالي. ما عنديش روينه بزاف لانني انا كنجمع الدار كما قلت لكم، متعوده انني قبل ما ننعس كنجمع الدار، هذا فيس ما بغاش يحيد مني. عييت واخا نكون مريضه هكا جاري ليا، الا بقات شي حاجه كتبقى شي حاجه خفيفه او لا كنت باغا مثلا نمسح الكوير او لا نجر الفتيات وهذا نقدر ناجلو النهار، اما الا كان هكا غير جميع وتنقيه وداكشي غالبا غالبا كنجمع بالليل، لان كنلقى راحتي وكيكونوا نعسوا الوليدات كنعرف شنو يعني فين نحط وفين نقاد، لان ملي كدي الوليدات للمدرسه وكترجعي خاصكي يعني توجدي الغداء ديري شحال من حاجه باش هكا ما يكونش عندك ستريس وترجعي باش تجيبي وليداتك. هذه فكره ان دائما قبل ما تنعسوا دائما جمعوا الدار ديالكم، والصباح قبل ما كنخرج كيبقاو لي غير هكا يعني الماطلات ديال ولادي كنقعدهم وصافي، ما كيجيش عندي مني كنجي ما كنلقاش شي روينه عندي في الدار.
يعني كنوجد الفطور ديالي وكنوجد الغداء، ومن بعد هلا كان عندي شي فيديو هكا كنمونطيه كنقعدو، يعني هكا مزيان، حاسه بالنفسيه ديالي مزيانه، وما كيكونش عندي واحد الضغط اللي هو كتير انني خصني نمشي للمدرسه ونجي من المدرسه ونجي نجمع الدار ونجي نطيب فطور ونطيب الغداء، يعني ما نقدرش. يعني هذه فكره، يعني ماشي تجهدي راسك انك تنوضي وتقلبي الدار بالليل وتخملي وداكشي، يعني ما كنعطيكمش فكره انكم تنوضوا تطحلوا الدار بالليل، وانما غير الحوايج اللي كنخدموا حنا، يعني داكشي السطحي اللي كان الروتين اليومي ديال جميع الدار. اما التخمار راه كيكون غالبا مره في الاسبوع، كيكون التخمار ديال بصح، يعني كنجرو فتيات او الاستادر او اللي كان، وكيكون تنظيف عميق. ودابا البنات ما نزيدش نطول عليكم بزاف، غادا ندوز باش نوجد الفطور، وغادا نوريكم الحويجات اللي جبت هكا، غير المهم نتقاسم معكم نهاري كما قلت لكم، ماشي شي حاجه غير خبيز وبصله. هانتوما معايا. وهنا البنات كنت يلاه جيت من هكا من كارفور اكسبريس، ملي ديت ولادي للمدرسة كاين في لاكار كارفور، وخديت منو هاد الخبيز، خديت البصلة، ومن الحويجات اللي كانوا ناقصيني، يعني واخا نضلو نتقدا ولا نشري، واخا تقيدي في الورقة، واخا ضروري ما تخرجي تجيبي معك شي حاجة شي مرة، المهم كتكون شي حاجة ناقصة، خصوصا الخبز اللي هو اللي كيدخلني انا الكارفور، ومني كندخل ليه اكيد كنضطر اني نخرج شي حاجه. شكون في حالي مني كتمشي تجيب حاجه كتجيب حوايج، يعني تقريبا معظم السيدات كيوقع لهم هذا المشكل هذا. وخديت هاد التارتين كومبلي، يعني قري ماشي في النخاله، وخديت هاد البروكولي كنت محتاجه. المهم هادشي اللي خديت انا هنا البنات، كنت كنهضر لان كانت كيحسب لي بلي الصوت يعني مجمرون هكا في الكاميرا، ما جاش مني جيت نقلب لقيت الصوت مني درت المونتاج كان تقطع وداكشي، وعاودت درت صوت جديد. راني كنت كنهضر معاكم هنا، لكن الهضره ديالي كلها كانت مشات في الزيرو. المرة الجاية إن شاء الله غادا نهضر معاكم هكا مباشرة، كان هدر يعني كما لاحظوا معايا كنهضر وكنتحدث معاكم، يعني بحال راكم معايا، ولكن للأسف مني قلبت لقيت داكشي مشي هو هداك. وغادا ندوز باش نرتب هاد الصخرة اللي كنت جبت، وغادا نعمر أتاي. أكيد أتاي اللي انا عزيز عليا في الفطور، يعني مقارنه مع القهوه كيعجبني اتاي. هنا كندرت غير يلاه درت واحده، درت ساشيه ديال اتاي تما، وغادا ندير الاومليت. كما كتعرفوا نتوما يمكن البنات كيصايبوا هاد الوصفه هادي، يعني الاومليت هكا بالحليب والمعدنوس كيجي زوين بزاف وكيجي مغذي. هنا تهليت في راسي، درت 3 ديال البيضات، الحجم الصغير ماشي حجم كبير، يعني هادو غير بيضات صغار، خيبا لكم تقولوا هادي كتاكل 3 د البيضات راه غير صغيورين، غير ميديوم، يعني ما يلاه كيجيو، لان انا ما كان غالبا يعني ما كنتغداش في الوقت بالضبط، نقدر نتغدى حتى للثلاثة حتى يعني ماشي دائما كناكل مع الغدا نيشان، انني كنكون خارجه اولا كنكون نمشي نجيب ولادي، يعني كنطيب الغدا بكري، يعني الغدا كنطيبو ولكن ما كنقدرش ناكل بوحدي، كنبغي نستنى ولادي حتى يجيو. ودرت هرست البيض، درت مع الحليب والملحه والفلفل الابيض، يعني كاين اللي كيطيب في الدار ولكن ما كتجيش الناس ديالو انه ياكل بوحدو في الدار، يعني كيبغي الوناسه. ودرت المقلة على النار، ودرت داك الطريف ديال الزبدة دهنت بيه المقلة، يعني ما كاينش الزيت، وغادا نخوي فيه داك الخليط ديال البيض والمعدنوس والحليب، وغادا نزيد عليه الفرماج موتزاريلا في الوسط ديال هاد الاومليت هذا، اللي كيعطي واحد اللذة واحد المذاق مغاير تماما بصراحة. الحليب كيبنن هاد البيض هذا، البنات اللي ما عارفينش الطريقة
يجربوها. وتقريبا راه معظم البنات كيعرفوا هذه الوصفة هذه، ولكن اللي ما عارفهاش ديرها، ديرها حتى لوليداتها هكا في الويكاند، كتجي زوينة بزاف. وخديت ليمونة قطعتها، يعني البنات راه ماشي قضية تاع الليمون، راه كلشي كيكون عنده تقريبا تفاح بعويد، ومعظم البنات كيبقى عندهم لي فخوي كيبقاو حتى كيخماجو وما كينتبهوش ليهم، يعني ما فيها باس نشد واحد الطريف ديال الخيار، هذاك راه غير طريف صغير مع ليمونة مع المهم اللي كان كتذوقي بيه داك الطويسيل ديالك وتجلسي عليه بوحدك، وما شدي التليفون ولا تفرجي في التلفازة ولا المهم كتكوني ولا تهضري مع العائلة هكا ملي تكوني تفطري، كيكون عندك واحد الجو، كتخلقي الجو لراسك يعني، وديك السعادة كتخلقيها لراسك. خصوصا انا كنهضر مع البنات اللي كيكونوا مغتربات وما كي عندهمش صحابات وما عندهمش العائلة، يعني اهتمي براسك وديها في راسك وديلك فطور زوين. وهادشي راه ماشي شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة مكلفة تقريبا، راه هنا تبارك الله راه كلشي عنده الخيار عنده الليمون، ما كاينش شي حاجة اللي سبيسيال، البيض عندنا كاملين، يعني وجدي لراسك فطور زوين وجلسي عليه وتصنتي مع راسك مع كويس اتاي ولا كويس القهوة وارتاحي مع راسك. هذا طبعا الا كنتي جا مع الدار بالليل، باش هكا راسك ما يبقاش مشطون وكتولي تفطري بسرعة باش تنوضي، يعني اعطي لراسك الوقت وارتاحي حتى انتي مع راسك. يعني احنا دائما في هاد البلاد هادي او في هاد العصر هذا كاين ستريس وكاين جري وكاين يعني بنادم ولا مفتون، مبقاش عندنا داك الوقت وداك الخاطر، يعني خاص دائما نعطيو لنفوسنا واحد الراحة. انا هاد الفطور راه ماشي كنديرو البنات يوميا، ولكن كنديرو ليا تقريبا 2 مرات في الاسبوع او لا، المهم كنحس براسي يعني ماشي تلهي كنوض ندير شي حاجة في الكوزينة، انا الكوزينة كنلقى راحتي ملي كندخل المطبخ كتجيني الراحة. هاد الشي راه ماشي شي حاجة في الخدمة ولا فيه تمارة، غير 10 دقائق انت الفطور ديالك راه واجد، يعني اومليت راه ما كاينش مثال منه، يعني راه غير بنية صغيرة ولا وليد صغيور يعني لاج ديال 8 سنين ولا 10 سنين راه يصايب لك هاد الوصفة هادي. كما لاحظتوا في الفيديو بقيت كنهضر ونسيت نقول لكم بالتفصيل، راكم شفتوا يعني الفيديو راه كيعبر على كل شيء، يعني دهنت داك الشيب داك الفرماج موتزاريلا في الوسط وقلبت هاد الاومليطه هادي، دابا راه وجدات غادي ندوز باش نحطها في الطبق ديال التقديم من بعد ما عمرت اتاي طبعا، وغادي نوجد كل شيء فوق الطابله. لاحظوا معايا كيفاش كيجي اللون ديالها، كيكون محمر واللون ديالو ذهبي، يعني كتعطيك حتى الشهية انك تاكلي واخا ما تكونيش باغا تفطري، خصوصا البنات اللي ما كيقدروش يفطروا، يعني دائما تحاولوا ديروا شي حاجة اللي كتحسوا براسكم راه تفتح لكم الشهية. ومع لي فخوي وهذا راه تبارك الله كيكون فطور مغذي. ودرت واحد شوية ديال الزيتون هكا مع هذا البيض، شوية ديال الزيتون الأخضر وشوية ديال الزيتون الأبيض، وغادا نحط واحد القطع صغيرة هكا ديال الفرماج اللي حتى هو كيتواتى مع البيض، أنا البنات كنت جالسة وقلت غنبارطاجي مع البنات أنا كيفاش كيدوز هكا جزء من النهار ديالي، وأكيد كنبغي نوريكم حويجات اللي كيكونوا زوينين ماشي حويج اللي كينزلوا هكا الكآبة والقنطة، يعني كنعطي حماس للبنات اللي تيكونوا بحدهم بحالي هكا في الدار كيكون راجل في خدمة كيكون وليدات في المدرسة، يعني مني ترجعي لدارك كيفاش تهتمي براسك كيفاش ديري، يعني تحسي بالحياة انت بوحدك واخا ما كاينش حداك والديك واخا ما كاين حتى شي واحد، الماكلة ماشي هي اللي كتحسك بالحياة، وإنما ملي كتقضي هكا وتجلسي مع راسك كتحسي انتي انا هاد الشيء واخا نحطه كامل اكيد ما غاديش ناكله كامل، وإنما كليت صراحة ما نكونش ما نكذبش عليكم كليت مزيان، كنت بوحدي جالسة كنتفرج، ومني كليت ما تكملت الفيديو ديالي في المونتاج، كان ما كانتش عندي الروينة كانت عندي مجموعة، ووجدت الغداء ديال وجدت غير الغداء للراجل، انا ما كنتش تغديت في الدار، كنت جبت ولدي من المدرسة كان مخرج حتى 7:30 ديال العشية وما بقدرش نرجع للدار،
وتغديت برا انا وولادي، وهنا وجدت الفطور ديالي وحطيته فوق الطبلة. لاحظوا معايا كيفاش كيجي الاومليت، كيجي فن البنات، رائع، جربوه اكيد غيعجبكم. وفطور اللي هو خفيف، يعني غير شويه الخيار، قطعه ديال الفرماج، خبيز، اتاي، يعني ما كاينش شي حاجه مكلفه. ودزت باش نوجد المونتاج الفيديو اللي كنت غادا اللي تشاركت معكم فيه ديال الوصفات او الوجبات المدرسيه للاطفال. وهنا كنت درت الخضره لراجلي هكا المبخره، درت ليه، وغالبا كتعجبو الخضره مبخره، داير ريجيم باغي يحيد الكرش. ودرت قطعه ديال السمك هذا الابيض، ودرت شويه ديال الدنجال، قرعه بطاطا وفلفله حاره كتعجبو، والحامض، ودرت ليزاسبيرج حتى هو كاين. المهم راه درت بزاف ديال الخضر هكا متنوعه، غير شويه ديال الملحه والابزار، يعني ما كاينش العطريه. وغدا نقطع عليه شلاضه، خيار ومطيشه، شويه شويه من الحاجه، يعني ما كانش عندي حتى انا الغداء يعني الدار باش نطيبه. كما قلت لكم كان ولادي خرجوا الاخرين مع الربعه، ولدي الاخر كانت عنده الخرجه ما غيجيبوه حتى السبعه ونص. مني مشيت للمدرسه رغم ما يمكنش ليا نمشي ونرجع عاود في التران ولا في الترام حتى للدار عاوتاني، ونعقب عاوتاني نرجع، صراحه جاني العيا. وخرجت ولادي من المدرسه، كاين حداهم سناك وكلتهم تما وكليت معاهم. ومن بعدها جاو يعني كايلين هكاك مع ديك السبعة ونص كنت في الدار، ولا التمنية ما عقلش بالضبط. المهم كان ولادي واكلين، والدار كانت مجموعة، والراجل حتى هو كان مغدي، يعني ما كانش عندي تمارة، غير جيت توضيت صليت. المهم درت داكشي اللي كيكون سطحي هكا، نجمع الدراري حويجهم ملي يجيو، ديك الروتين اليومي ديال كل ام، كما كنجي وكنجمعو نقادو ونرتبو عاود داكشي اللي يعني السويطات ديالهم حويجهم، كل واحد كيرتب حويجو. وصافي ومشيت انا تسنط راسي شويه، لان النهار كيكون مشارجي وعامر بزاف. وهذا الطبق اللي وجدت ديال الخضره اللي بخرت، كيجي زوين، والقرعه مع الدنجال كيجيو زوينين في المذاق ديالهم، مع شويه ديال الكمون والملحه اكيد. وديروا لهم واحد شويه ديال زيت الزيتون باش يكون طبق صحي 100% ومتكامل. يعني هذا الطبق صحي بزاف، يعني الناس اللي كيتبعوا الحميه وكيخافوا على الصحه ديالهم، ويعني خاصنا ناكلو بحال هاد الاطباق مره مره، ماشي نبقاو غير على العطريه وعلى اليدام وعلى الحوايج اللي هكا عارفين احنا مضره للصحه، ولكن للاسف ما كنتابعوش، ما كنردوش البال، ما كنديروش الحميه. الحميه راه ما كيديروش الناس المراض، الحميه راه كيديروها الناس اللي كيخافوا على صحتهم. يعني غير تبعوا الدكتور الفايد، انا راجلي ولا اللي كيعجبو الدكتور الفايد، يعني دائما كنسمع الصوت ديالو في الدار، ما شاء الله، يعني دكتور متمكن وعنده ما يقول، يعني باحث، ماشي غير هكاك متطفل، غير كيهضر هكاك خاوي، ما شاء الله عليه. يعني تبعوا النصائح ديال الدكتور فايد، راه ما شاء الله، يعني الا تبعتوها اكيد غادي تنعموا بصحه. وكيهضر على كل ما هو طبيعي ومن بعده من الحوايج يعني المصنعه وهادشي، فعلا فعلا كثرت دابا، وخصوصا خافوا على وليداتنا اكثر. وهنا من بعد ما ساليت مشيت مسحت البوطه، كانوا فيها ولاو فيها واحد الطراسات هكا ديال الطناجر ومقالي، ودرت لي هذاك البرودوي اللي كنت شاركت معكم، خديته من ليدل، خليته تقريبا واحد 5 دقائق ومسحته. بعد ما حكيته بديك البونجه اللي كتكون رطبه، ما تحكوش لابلاك بالجهه الحرشه راه يتخرط لكم. وهنا كان هذا هو الروتين ديالي البسيط، مني مسحت هاد لابلاك مشيت باش نجيب ولادي، ومن بعدها رجعت للدار في العشية مع ديك التمنية.
وكنتمنى البنات ان الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج، والسلام عليكم.